السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، معكم سلوى سكينة الأنوار في نشرة الأخبار. نقدم لكم اليوم تقريرا شاملا حول التطورات الأخيرة في إندونيسيا تحت عنوان الدراما السياسية للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في إندونيسيا. تعيش إندونيسيا هذه الأيام على وقع دراما سياسية مشتعلة في ظل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لعام 2024. مع اقتراب موعد الانتخابات، تشهد الساحة السياسية في البلاد تنافسا محموما بين المرشحين البارزين وسط انقسامة شعبية وتحالفات متغيرة. تعتبر هذه الانتخابات محورية في تاريخ إندونيسيا الحديث، حيث تأتي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. ويستعد الشعب الإندونيسي لاختيار الرئيس القادم الذي سيقود البلاد في مواجهة تلك التحديات. من بين أبرز القضايا التي تحتل الساحة السياسية هي مسألة التنمية الاقتصادية، محاربة الفساد، واستقرار الأمن القومي. في هذا السياق يتطلع الكثيرون إلى رؤية كيف ستكون التحولات السياسية بعد الانتخابات، وكيف سيتغلب الرئيس القادم على هذه التحديات. الشعب الإندونيسي يتمنى أن تكون هذه الانتخابات منصة لتغيير إيجابي في مجال الإصلاح الحكومي والتنمية المستدامة. على الرغم من هذا التنافس السياسي، إلا أن هناك تخوفات من التدخلات الخارجية التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات. تتزايد المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الزائفة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام. لذلك فإن الحكومة والمؤسسات المعنية وضعت خططا لمراقبة هذه الأمور والتأكد من سير الانتخابات بشكل نزيه وشفاف. في هذا السياق، دعا العديد من الشخصيات الوطنية الشعب الإندونيسي إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة، واعتبروا أن المشاركة في هذه الانتخابات هي واجب وطني يعبر عن روح الديمقراطية الحقيقية. كما دعوا إلى الحفاظ على السلم المجتمعي وعدم الانجرار وراء الاستفزازة أو العنف السياسي. وفي الختام، يبقى السؤال المطروح: من سيكون الرئيس القادم لإندونيسيا؟ وكيف ستؤثر هذه الانتخابات على مستقبل البلاد؟ الإجابة على هذا السؤال لن تتضح إلا بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية. انتهى الأخبار. شكرا للمتابعة. معكم سلوى سكينة الأنوار، وإلى اللقاء.